هذه الحلقة برعاية طيب اللي يدعمنا حلقة جديدة خطيرة نارية. عبد الله قولها وين حسوي. كلنا مبدعين. انت مبدع. يا انت مبدع. عبد الله خلاص. وانت انا عارف مبدع. انت انسان طيب. طيبتك يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ما بحسدها. لكن في اشياء كثيرة في هذه الحياة تمنع ظهور ابداعاتنا. يو يعني قصد عبد الله في ناس حاقدين ما يعطوك مجالك وما يدعموك ويطلع ابداعاتك للعالم. لا انا مو قصدي كذا. بس ابا يعني كذا اضخمك يعني. اوكي انت انسان طيب. انا انسان طيب. فاجبنا لكم حلقة اسمها يا عبد الله. ليش ما تاكل رمان؟ ليش ما تاكل رمان؟ ليش ما تعصر ليمون في عينك؟ ليش ما؟ لو الحلقة معفنة يعني هذا عبد الله جاب الفكرة. ليش ما جاهز؟ ليش ما دائما جاهز؟ فجمعنا لكم لستة ليش ما هات كثيرة وحنسويها. بس قبل ما نبدأ يعني رجاء عدم فعل هذه الأفعال التي سوف تشاهدونها في المنزل أو أي مكان. Please don't try what you're about to see at home or anywhere. فعبد الله المايك ليك. قول لنا اليوم ليش ما إيش؟ ليش ما تسكت؟ ليش ما تسكت؟ ارجع. لا هذه حلوة هذه حلوة. ايش هذولي يا عبد العزيز؟ ايش هو؟ هذا موية. ايش؟ الشيء اللي يعجبك في الموية؟ انه شفاف. جبتها بالضبط. واجيب لك شيء ثاني. ليس له رائحة. لا خلاص ستوب. فيه له اكسجين. اوه عبد العزيز عدى ثالث ابتدائي. الله يخليك. ليش ما نشرب مويه سودا؟ ليش ما زي ما تشوفوا قدامكم. عبد العالمين ده بيبس. لون هذه المويه سودا عشان وجود حمض الفول فيه. شيء جميل. بسبب التحلل البيولوجي للماده العضويه الميته. يامي. صب هذه المويه هنا. اصب هذه المويه هنا. ايوه وابى اشوف اللي تعرف تفرق اذا مويه سودا ولا مويه عاديه. والله وصبوها القهوه وزيدوها. خربت امي. معليش خربت امي. الحين انت حتغمس المويه وتاكلها ولا ايش؟ المهم لازم خلاص انا بعد بكره احنا داقها. ايش الطعم؟ اوكي جغمه ثانيه. هذا مويه. هذا مويه. لا هذه المويه السوداء. لسه ما له وقتك. مويه رقم 2 ما يحتاج يا صاحبي. هذه المويه السوداء. مد يدك. هوبا هذه مويه رقم 2. افو يا تمام. اللي في يدي الان المويه العاديه والاولى سوداء صح. هذه المويه الثانيه. مرتين شربتك هذه المويه والله. ايوه فشفت كيف يعني انت دحين شكلك اهبل. انا شامم حمض فولفيك. لا هذا باطك. يلا هذه مو مويه طبيعيه. ابى ادوق المويه الثانيه. هو 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 اوكي دوق شربتها. لا الحين انت بتدور خنازير ولا ايش؟ تبى الصراحه؟ ابى الصراحه. رقم 1 الاسود. برافو عليك. ممكن تفك تشوف. والله العظيم كذاب. والله العظيم والله. ترى حاسه تذوق عندي فائقه. مويه عاديه. شوف مويه عاديه. مويه عاديه لكن اللون يلعب في المخ. والان نقدر نقول يا اخوان ليش ما نشرب مويه سوداء؟ لا في طعم. ما في طعم. في طعم. ما في طعم. ولا لا في دحين الان ذوق طعم. تبي نختبر؟ يلا. لا انت فاضي كذا. عندنا اشياء ثانيه. تعال يلا. ليش ما؟ فهذه المرحلة يمدينا نقول انها شوية صعبة. صعبة شوية. هذه المرحلة يمدينا نقول انه يمديك تسوي واوا شوية. واوا. فعندنا سؤال واحد عبد الله بسألك هو. تحب ميكي ماوس؟ مين ما يحب ميكي ماوس؟ 3 2 1. وهذا الاشياء اللي تصيد في ران. تحط هنا جبنه تمسك الجبنه تلسعك. ايه طيب ايش دخلوا في ليش ما؟ ايش دخلوا في ليش ما؟ يعني ليه جبتوا دحين هذا؟ ايش نسوي فيه؟ ليش ما كنت توم جيري؟ اوكي ركبناه. سناب جو عبد الله. جاهز؟ يلا.
تبقى هذا حيكون فيها اصبعك. انا خايف الاصبع ينشال. الاصبع ينشال. لا انت قاعد تقول زي ما تشوفوا الان عندي عده اشياء من هذه وقاعد احطها في الارض من حيث انه عبد الله لما يمشي يسقع ام عبد الله. 3 2 1 ليتس جو. عبد الله يتقدم. اوكي عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. طيب اصبر اصبر يا عبد الله. طيب عبد الله. طيب عبد الله. يلا يلا عبد الله. يلا عبد الله. حلو. جيتك. ايوه. جيتك. ايوه. كيف كذا؟ هو هو اوكي اوكي اوكي. بسرعة يلا. كيف كيف؟ يلا اوكي. اوكي. عبد الله كيف؟ عبد الله تبغى تقول شيء للريبورترز قبل ما نكمل؟ سبسكرايب تحت الرسوم. اسمعوا كلام عبد الله اعطونا احلى سبسكرايب. اوكي اوكي اوكي. انا نينجا انا نينجا انا نينجا انا نينجا. عبد الله ممكن تفك عيونك وتشوف كيف اللي عديته؟ الحق الحق. ده انت كويس يا راجل. ما مسكتني وانا مغمم. ما يهمني انا عيني مفتوحه. ما ميسه انت حمار. انا ليه اعطيتك اللي فوق راسك عشان تغمض عينك؟ يلا عبد العزيز. ايوه انا مرحب بهذه الحركات فابغاك تساعدني عشان اساعدك. انا عارف هنا ما في شيء. يلا. كيف بسويها؟ كيف بتسويها؟ حتحمس. كيف بتسويها؟ واو طينطة يا دم دوبة. ايوه سترايك. وصلنا النهائي. بليز نوت تك. حطيتهم كلهم كتلة واحدة عشان يصيدوك. حطيهم. الاشياء اللي جمل الفيزيائيه اللي بتقول هذه حطيتهم جمله واحده يعني جنب بعض. وليش المال اللي بعده زي ما تشوفوا؟ انت لازم تغير صوتك. وليش اللي مال اللي بعده؟ ليش مال اللي بعده؟ بعد ما يسمعوا. طيب انا اسف اتكلم. الاجواء الاجواء يخوف. الان قدام الكاميرا شخصين بس عبد الله في هذه المرحله يقول انه في شخص ثالث حيلعب معانا في هذه اللعبه. يقولوا انه تمسك هذا. امسك عبد العزيز. ايوه. وتسال سؤال وبعدين هذا حيتحرك على الجواب. يعني انه الشخص الثالث قاعد معانا بس شفاف. هو اللي يتحرك مو احنا نحركه. هو اللي يحركه. اتحدى. ايوه. يقول انه في واحد شفاف. لا لا لا, لا. الشخص الثالث يمسك معانا ويدفنا ليه الاجابه. يمكن بيده يمكن برجله ما ادري. يعني احنا ما همنا. اهم شيء انك تبقى تتحرك. ايش اسمه طيب؟ سراني. انا مو تسرني انت تقول ايش اسمك. طب نسميه حموده. يمكن ما يحب حموده. لا لا غصبا عنه نخليه حموده. خلاص حموده. يلا حموده. اما ايش السؤال؟ انت ريبورتر؟ مو شغال. انت بتحرك. لا مو انا. عبد العزيز. عبد العزيز. اسال. عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. عبد الله. عبد العزيز. عبد الله. قول والله مو انا. انا دحين قاعد اضحك. عبد العزيز. عبد الله. عبد العزيز. لا ما بيتحرك. عبد الله الله يدخلك الجنه. عبد الله. عبد الله. عبد العزيز. عبد العزيز. شوف شوف انا سايبه. اقعد دحين. عبد الله. عبد العزيز. عبد العزيز قلت اعوذ بالله من الخبز والخبائث. عبد الله. عبد الله. عبد الله صدقني ترى انا ما بحرك شيء. انت قاعد تحرك. ها مو انا اللي بحركها. امال مين؟ كيف؟ حموده. حموده. هل انت جيعان؟ خليه يطلب من هانجر ستيشن. فاضيينه. حموده اذا انت جيعان اطلب من هانجر ستيشن. حمل تطبيق ويجيبوا لك اياه. هل انت جيعان؟ ايوه. عبد العزيز. كلهم الزبدة. كلنا نتمنى انه نمشي فوق الموية لكن ما نقدر. مظبوط. لكن ما في شيء اسمه مستحيل عند الريبورترز. نو مان. فعبد العزيز حيخش جوا كورة مليانة هواء عشان يقدر يمشي فوق الموية. كيف؟ يلا. والان عبد العزيز يسبق الفينجا. ايوه شوفوا الان هذه هي الكورة. بتمشي فوق الموية ولا لا؟ هلا. فلازم تسوي الاشياء. يلا. 3 2 1
ابغاك تركز. الان حفتح السحاب. ايوه. حتخش جوا بسرعه. ايوه. وحسكوا ابغى فمك هنا طيب. وبعدين حشغل الهواء عشان ينفخ البالون مره ثانيه. يلا. يلا يلا يلا. اوكي اوكي. رجلك اوكي. قاعد ينفخ. وكيف نمشي فوق المويه؟ انت تمشي فوق قلبي ولا انت بتشوفه عددي صار هامستر. انا الجوا انا الجوا يا احمد. ها 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 2 and 1. عزيز جاتك مويه جوا؟ طيب يلا يمشي. انت قاعد تتعنقل فوق المويه مو قاعد تمشي. اي ايوه ايوه ما شاء الله تبارك الله. كيف شعورك ومشيت فوق المويه؟ والله غريب يا رجل. ايش هذا؟ ترى انا مو قاعد اسمع. مين جوا الكوره الان؟ انا جوا الكوره. واه وان شاء الله عجبتكم الحلقه لا تنسوا تعطونا اعلى واكبر لايك. هذه فكره عبد الله، اذا عجبتكم اعطونا احلى لايك عشان نصير فقره ثانيه. زي ما انتم دائما تسعدونا احنا نحاول نسعدكم، ففي هذه الحلقه حنعطي نظارتين سناب شات. واحد للاولاد واحد للبنات. في كل حلقه حنوزع واحده من نظارات سناب شات، فاللي حابب يفوز بيهم اللي عليكم تسووه سبسكرايب واكتبوا تحت في الكومنتس حسابكم في الانستغرام عشان نتواصل معاكم ونديكم واحده من دي النظارات. ولقينا ريبورتر فجاه يسبح جنبنا فحبينا ندخله في الحلقه. هو عبد الله.